أسلوب الشرط. أسلوب الشرط يتكون من 3 أجزاء، وهو أداة الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط. يعني إحنا عندنا جملة مكونة من جملتين بيربطهم أداة شرط معينة. أدوات الشرط عندنا الجازمة هي إن ومن وما ومهما ومتى وأين وكيف. وهذه الأدوات تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط، ويكون كل منهما فعلا مضارعا. الأداة معناها إيه؟ أين اسم شرط للمكان، ومن اسم شرط للعاقل، وإن حرف شرط للربط بين الجملتين، ما اسم شرط لغير العاقل، ومتى اسم شرط للزمان، ومهما اسم شرط لغير العاقل، وكيف اسم شرط للحال. مع الأمثلة: أين تنظر حولك تجد أثر العلم، أين تنظر حولك تجد أثر العلم. الجملة عندنا مكونة من أين أداة الشرط، وتنظر فعل الشرط، وتجد فعل جواب الشرط. وعشان الموضوع يبقى أسهل إن شاء الله، فعل جواب الشرط هو النتيجة. يعني إيه نتيجة؟ أين تنظر حولك؟ لو أنت نظرت حولك أو أي مكان تنظر حولك، إيه النتيجة؟ تجد أثر العلم. يبقى النتيجة إن أنت هتجد أثر العلم. فالفعل الأول تنظر هو فعل الشرط وهو مجزوم، والفعل الثاني تجد وهو جواب الشرط وأيضا برضو مجزوم. الفعل الثاني، الجملة الثانية: من يرتقي بأخلاقه يسمو. من يرتقي بأخلاقه يسمو. يرتقي فعل مضارع وهو فعل الشرط اللي هو الأولاني فعل الشرط، ويسمو النتيجة الذي يرتقي بأخلاقه. إيه النتيجة بقى؟ سوف يسمو، يسمو قدره يعني يرتفع. المثال الثالث: إن تتعلموا العلم ترتقوا. عندنا الجملة مكونة من إن أداة الشرط، تتعلموا فعل الشرط، ترتقوا فعل جواب الشرط. والاثنان الفعل الأول تتعلموا وترتقوا مجزومان. الفعل الأول مجزوم والفعل الثاني أيضا مجزوم. إن تتعلموا إيه النتيجة؟ أنكم ترتقوا. طيب علامات جزم المضارع للتذكرة بس كده، يجزم الفعل المضارع بثلاث علامات: أولا السكون، الثاني حذف حرف العلة، والثالث حذف النون. يجزم المضارع بالسكون إذا كان الفعل صحيح الآخر، يعني آخر حرف في الفعل حرف صحيح، يعني مش حرف علة. وحروف العلة اللي هي الواو والألف والياء، الواو والألف والياء. يجزم أيضا الفعل المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يعني لو كان آخر حرف حرف علة يبقى مجزوم بحذف حرف العلة. ونركز معتل الآخر مش وسط ولا في الأول. ويجزم أيضا الفعل المضارع وعلامة جزمه حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الفعل المضارع الصحيح يا أولاد علامة جزمه السكون، مثل من يذاكر ينجح. من يذاكر ينجح، يعني اللي هيذاكر النتيجة هتكون النجاح إن شاء الله. فيذاكر فعل مضارع مجزوم، نعربه كده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل الشرط. وينجح أيضا مجزوم، ناخد بالنا عشان أدوات الشرط الجازمة بتجزم فعلين مش فعل واحد، يعني ممكن تلاقي في نص الجملة فعل مضارع مجزوم ومش قدامه أداة جزم زي ما احنا متعودين قبل كده.
فينجح ده مجزوم، بس مجزوم عشان هو جواب الشرط، خد بالك من الجزء ده كويس جدا. فينجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الفعل المعتل الآخر مثال: من يعلو فوق الصغائر يسمو بأخلاقه. نجد أن الفعل يعلو حذفت منه الواو في الآخر الكلمة، والفعل يسمو أيضا حذفت منه الواو في الآخر. فإذا الفعل يعلو فعل الشرط، والفعل يسمو فعل جواب الشرط. فيعلو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الواو. ولما نحذف حرف علة يا أولاد، لو حذفنا واو نضع بدلا على آخر الحرف ضم بدلا من الحرف المحذوف، وإذا حذفنا ياء نضع كسرة، وإذا حذفنا ألف نضع إيه؟ فتحة. خلاص. فمن يعلو فوق الصغائر يسمو بأخلاقه، يبقى يعلو ويسمو الاثنين هنعرفهم إيه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، والفعل يعلو فعل الشرط، والفعل يسمو فعل جواب الشرط. الأفعال الخمسة يا أولاد: تجزم علامة جزمها حذف النون، تجزم بحذف النون. متى تعمل الخير تجد الخير، متى تعمل الخير تجد الخير. نجد أن الفعل تعمل والفعل تجد حذفت منهما النون، حرف النون حذف من هذه الأفعال لأنهم أو لأنهما من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة زي ما احنا أخذناها قبل كده هي كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة المؤنثة. فالفعل تعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. وتجد فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون أيضا، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. والفعل تعمل فعل الشرط، والفعل تجد فعل جواب الشرط. طيب إذا كان من الأفعال الخمسة إذا الشرط الجازمة، لو كان الفعل المضارع اللي عندنا من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. والأفعال الخمسة يا أولاد هي كل مضارع زي ما احنا قلنا من شوية تدل على المثنى أو جمع المذكر أو المخاطبة المؤنثة، زي يعملان أو تعملان، أو يعملون أو تعملون، أو تعملين. متى تعمل الخير تجد الخير، ومتى تعمل الخير تجد الخير، ومتى تعمل الخير تجد الخير. فالأفعال هذه كل الأفعال دي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، والضمير هو واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، أو ألف الاثنين برضو ضمير مبني في محل رفع فاعل، أو ياء المخاطبة برضو ضمير مبني في محل رفع فاعل. زي ما قلنا أداة أسلوب الشرط بيتكون من أداة الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط. هناخد أمثلة يا أولاد. أين تنظر تجد أثر العلم، فعل الشرط تنظر وجواب الشرط تجد، والأداة عندنا أين وتدل على المكان، اسم شرط للمكان. بعد كده يا ولاد: من يعتمد على الله يسعد. الفعل اللي عندنا فعل الشرط يعتمد هو الأولاني، وفعل جواب الشرط هو الثاني يسعد، ماشي. والأداة هنا من، وهو اسم شرط للعاقل. المثال الثالث: إن تتخذ العلم وسيلتك ترتقي. تتخذ فعل الشرط وترتقي فعل جواب الشرط. عفوا. والأداة إن، وحرف الشرط هنا للربط بين فعل الشرط والجواب. ما تبذل من جهد ينفعك. تبذل فعل الشرط وينفع فعل جواب الشرط، والأداة ما وهو اسم شرط لغير العاقل.
متى تطلب العلم تساعدك الدولة؟ تساعدك الدولة، تطلب فعل الشرط، تساعد فعل جواب الشرط، ومتى أداة الشرط وهي للزمان. مهما تفعل من خير يوفى إليك، فعل الشرط تفعل وفعل جواب الشرط يوفى، والأداء مهما وهو اسم شرط لغير العاقل. نلاحظ يا أولاد إن أدوات الشرط عندنا كلها أسماء ما عدا إن، فهي إن هنا حرف وليس اسم. يبقى أين اسم، ومن اسم، وما اسم، ومتى اسم، ومهما اسم، وبرضو كيف اسم. اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة. يخشى الله ينال رضا، يخشى الله ينال رضا. هنقول من يخشى الله ينال رضاه، يعني ايه؟ لو احنا عندنا يا اولاد فعل مضارع، ونركز في الكلام ده كويس جدا، الفعل ينال فيه حرف علة وهو الالف قبل اللام، ينال، تمام؟ فهنا ينال دي اصبحت بدل ما ينال بقت ينال، اصبحت تبقى ينال، فهنا ايضا مجزوم بالسكون وليس حرف العلة. خدوا بالكم من الجزء ده مهم جدا، لو اتحذف حرف العلة في النص لا يجزم بالسبحان حرف العلة، يجزم بالسكون، لان احنا قلنا من شوية ان المعتل الاخر بس اللي هو مجزوم بحرف العلة، انما لو حذف حرف العلة في نص الكلام او في الاول الكلمة ليس بحذف حرف العلة علامة الاعراب، يبقى علامة الاعراب بتاعته السكون عادي جدا. فهنا من يخشى الله ينال رضاه، يخشى حرف العلة اللي حذف في الاخر. اذا الفعل يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، لان حرف العلة اللي حذف هو الاخير، انما ينال حرف العلة اللي حذف اللي قبل الأخير، فهو فعل مضارع مجزوم أيضا وعلامة جزمه السكون وليس حرف العلة. تحافظون على وطنكم يتقدم، هنقولي هنربط ما بين الجملتين بأداة شرط، نحط احنا من عندنا أداة شرط. وللعلم يا أولاد ممكن ينفع في جملة واحدة كذا أداة شرط، يعني ما تخدش من الموضوع ده، يعني ممكن تقول إن تحافظوا على وطنكم يتقدم، أو ممكن تقول متى تحافظوا على وطنكم يتقدم، أو نقول كيف تحافظوا على وطنكم يتقدم، أو أين تحافظوا على وطنكم يتقدم، كلهم نفس المعنى. وتحافظه هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمن مبني في محل رفع فاعل، ويتقدم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، يعني ما فيش حرف علة في الآخر. تعال نشوف أولاد التدريب اللي عندنا، بيقولك اربط بين الجملتين، بين كل جملتين مما يأتي بأداة شرط مناسبة. تمارس الرياضة يقوى جسمك وعقلك، هنقول ممكن متى تمارس الرياضة يقوى بحذف حرف العلة في الآخر الألف اللينة، يقوى جسمك وعقلك. التانية تقرأ كثيرا تزداد معلوماتك، هنقول متى تقرأ كثيرا تزداد معلوماتك. ثلاثة يأكل قليلا يسلم من الأمراض، هنقول إيه؟ من يأكل قليلا يسلم من الأمراض. يكرمون يكرمهم أبناؤهم، هنقول إيه؟ من يكرم آباءهم، الهمزة على السطر الأولاد مش على النبرة، معلش خطأ إملائي مكتوب، يكرمهم أبناؤهم. خمسة يستقيم الفرد ترتقي الأمة، هنقول إيه؟ متى يستقيم
نحن بحرف العلة اللي قبل الأخير، خلوا بالكم لو احنا دخلنا حرف أداة شرط أولاد على فعل والفعل ده كان آخره حرف علة أو قبل الأخير حرف علة تحذفه، خلي بالك. نقول متى يستقم الفرد ترتق الأمة، ترتق من غير الياء ونحط كسرة تحت القاف، أنا مش عايز انطاع عشان ما تحسبهاش إن هي ياء. تفعلين الخير تنالين ثوابه، هنقول ايه؟ متى تفعلي الخير تنالي ثوابه، او ان تفعلي الخير تنالي ثوابه. هذا التدريب واجب، هنقول بيقول لك يبين اداة الشرط وفعليها، يعني فعل الشرط وفعل جواب الشرط فيما يأتي، وأيضا علامة جزم فعلي الشرط، يعني بعد ما نطلع فعلي الشرط نعرف علامات الجزم ايه، مش عايزين نعرفهم، هنعرف بس العلامات بس ايه. ودمتم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.